عبد الغني حمدون 65 سنة مقيم في بين الديار الإسبانية والفرنسية. المهم هنا في شارع عندي سكن هنا في شارع داود عمارة رقم 340. عندي واحد المشكل مع شي الناس راهما واحد راه هو دابا هذه من عام 2009 وانا معاه في المحاكم ما تيأديش للواجب ما تمشي للمحاكم احيانا تيمشي ينزل الكرا تيمشي شي احيانا تينزل لك شي حاجه ومؤخر. المهم دابا هذيك مش خرج بحالو ساكن عنده الدار ديالو جاب الناس سكنهم تما بيسولتهم قال لك هما كاريين من عنده دابا تقوم العائله ديالو قال لك حنا ما عندنا ما نديرو هو مسكننا هنايا. دابا هذاك الانسان مسكنا كاين شي وحدين اخرين هو هما قالوا لنا كاريين من عنده مي قلت لهم ها شنو واش ندا قال لك من العائله ديالنا ولكن حنا نخلصوا له الكره الليلو. دابا هذا معاه في المحاكم من عام 2009 وانا في المحاكم مثل المحامي الاول المحامي الثاني دابا حنا في المحامي الثالث قال لك ها هو ماشي وصلوا له ما وصلوا له. المشكل هنايا هو التوصيل. هذا الانسان ماذا تجي توصل فين هو؟ هاد الناس تدق عليهم وهو عنده دابا موصي يدق عليه ما كاين شيء. الثاني مهاجر هذه عامين دخل علينا الجد جيت من اسبانيا جبرت الماء الدار كامله عامره ما السيد كاريلو لتحت قال لي راه الموبليز ديالو كاملين ترزاو بالماء دخل علينا الماء. هذا العام كنت هنا بالصدفه بدا هابط الماء ما يطيحش الشتا بدا هابط الماء بدا هابط الماء مع الدروج بعينا نفتشوا عليه. مشيت انا لديك اللجنه قال لك القضاء أيوة ما عادش يجيو يشوفوا لك والطبيب وكذا وهذا وطلعت حتى المحكمه تنقول لهم انا الماء داخل عليا هابط الماء عليا. مشيت حتى عند واحد القاضي قال لي مش نعمل لك مشي نعمل الدعوه عطيت الورق للمحامي اعمل فين الدعوه ما يخلصش دابا ما يخلص ما والضرر علينا من الفوق والضرر علينا من الفوق. هذا الانسان عملنا جاو هذه اكثر من عامين تقريبا مظهر هنايا جاو البحث البوليس وعملوا المسائل ديالهم ما كاينش شي صافي جا هو الحكم ها هو الحكم الحكم باش يعطونا المفتاح ها الحكم ها باسم صاحب الملك ها الحكم ها باسم جلالة الملك والقانون صافي. جا ولدي انا ما قدرتش نجي عطيت الوكالة لولدي باش جا مسكين من تمك من اوروبا جا حتى لهنايا مش يعطيوها مشى عند المحامي قال له صافي عدل خليك خلص الصندوق في المحكمه خلص هذاك اللي مشي هبط شري اللوبا حول الدار مع شني وما حل خرج محال هذاك تيحصل الاتات والسيد وقف معاهم قال انا ما شني انا هنا فين كنت هنا. هذاك السيد قال له فين كنت دابا انا عندي الحكم افرا لا انت ما عندكش المشكل باك ما عندوش المشكل معايا باك المشكل عنده مع فلان شكون فلان 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 قال له الاسم ديالو ملي قال له الاسم ديالو قال له انا فلان والله صيفطني قال لي تحل لك الباب فلان فلان تبدل هذا فلان هذا شي واحد هنا مشهور انا تيشري الناس ولا ما نعرفش يدير في المحاكم وكذا وعنده اصحابه في عنده الاسم ديال عنده اصحابه في الناس زعما اللي يقولوا بالعربيه هنا في المغرب عنده البيستون عيط له ما عادش كيفاش فهموا مع بعضياتهم قال له ولدي وصافي نعطيوه ما يحضر نعطيوه ويحل يومين باش يخرج حوايجه ونعطيك المفتاح. ولدي مسكين قاطع اللوم غدا اللوم عيط له وصافي واجي نتلاقاو في القهوه نشربوا القهوه مع ويلاه وهذاك الانسان هو تماما النهار الثالث يلاه القهوه بقى تيتلاعب به اللوم غدا. دابا ولدي عايش خلق تما عنده 31 سنه خلق تما وتربى تما وعاش تما ما تيفهمش هاد المسائل هنا اجي واش نتفاهموا اجي نتفاهموا مش نتفاهموا ما فهمش اجي نتفاهموا ولا كذا ما داك اجي نتفاهموا انت عندك المفتاح واش انا نجي لهنا باش نجلس ها في كامبينغ كارلس في الشارع نبات هنا فينا جالس في كامبينغ كار واش هذا وانا عندي رزقي نمشي نجي لبلادي خصني ولادي تنقول لهم ولادي دابا ولدي ديك النهار قال لي با عنده جوج الوليدات دابا قال لي با انا ولادي مش نعمل لهم التعريف المغرب قال لي هكذا قال لي انا با ولادي نعمل لهم التعريف المغرب كيفاش انا نمشي هادو تيتلاعبوا عليا انا جيت باش نحل الباب ما خدام تيتلاعبوا عليا وبيعوا يشرفوا فيا
لا دابا ولدي مين شاف هذا الشيء هذه ديال المساله ديال القهوه ما فهمهاش ومشى فعلا جلس مع القهوه عام القضاء قال له شوف ولدي استناني في القهوه استناني ما جينا عندك يعني هو دابا السيد فتح ورد المفتاح للسيد اللي كنقولوا زعما ساكن في ديك الدار وما ساكنش غير جا قال له راه كاين مشكله سيدي ماشي معايا انا راه مع جار اخر مي صدق تفهموا عملوا القهوه مع بعضيتهم ولدي ما كيفهمش شنو المعنى ديال القهوه هي الرشوه بطبيعه الحال الرشوه هو قال لي يا ماما انا ما فهمت حتى شي حاجه ولكن انا البلد اللي كتدور فيها هذه المساله هذه شبر الماليطه ديالو في ذاك الليل خرج في حاله ذاك الليل شبر خرج في حاله قطع على طنجه طريفه مشى في حاله رجع في حاله من اوروبا لحقاش قال لك انا ولادي ما غيتعرفوش زعما خساره والله الا لا خساره لا قبل احنا كنا كنتنظروا بعد وحنا وصلنا دابا نسين التقاعد نجيو نسكنوا في بلادنا داك الشيء ولكن خساره بان انا شفت الدراري ما عرف ما كنفهمش زعما وقع الناس كيترموا للبحار كيتعاطوا للبحار كيجيو في حالهم انا متوسطه ثقافيا انا كنخدم تما متوسطه ثقافيا انا تقريبا الاطفال اللي كيجيو يعني في اوروبا عندهم القانون ديالهم والحقوق ديالهم ولكن احنا كنا بغينا نرجعوا و وجبرنا هذا الشيء كيزيد غير باللور ماشي زيد بالقدام وراجلي غادي يقول الكلمه الاخريه لا قبل انا المهم هذا الشيء راه مرضنا بعدك مرضنا ما تناكلوا ما تنشربوا لان مش يبقى فينا الفلوس انا هذا الامارة انا الحمد لله الدوله هذيك فين عايش عامله لي باش ناكل ونشرب وعندي تماك الحمد لله انا الكراوات عندي هنا وعندي تما ما عندي حتى شي مشكل الكرا تماك شهرين ما كاينش القانون واخا خلص ولا ما خلصش ولا كذا الدار ديالك انتينا فاير ما كملتش الكونترا وحنا حاسبين القانون بحال من تجي لهنا تيقول لك لا القانون ما دام يخلصك عمرك ما تقدر تخرجوا هذه هي الاوليه يا خلصنا ودابا احنا غير خلصنا مولاي يبقى تما حتى تدي حتى الموت ورتنا انتينا ولكن دابا ما يخلص ما يعطيك ديالك ماذا تمشي للقانون من المحكمه تتبقى يتلعبوا بك المحكمه ويمشي هو يمشي منه وبات يصيفط لك يعمل لك وحده وامشي بعدك العون القضائي المشكل العون القضائي الطلب ديالي الاخر الا كان شي حل هنايا انا شخصيا دابا انا قلت لك نمشي نرجعوا بحالنا لان عندنا شغل ديالنا تما ومن بعد ما نمشي للوزاره نرباط ونمشي نشوفوا وزاره الجاليه وكذا ونشوف واش كاين شي حق ولا ما كاينش شي حق باش نسامحوا في بلادنا ونمشيو نعيشوا مع هذيك الناس هذا المشكل اللي كاين ما نعملوا باش تجي لبلادك تجيب بلادك وتجبر راسك محقور انتينا هذاك اجنبي اللي يعطيك الحق ديالك اجنبي اي حاجه صغيره هكذا تمشي للمحكمه يعطيك انا دخل عليا الما هنايا كان دخل عليا الما تما واخا تكون الدار ديالو ما كاينش القانون اللي يجي حوايج كلشي كيمشي بالمعارف الصراحه ربي هنا ما كاينش هنا الما هابط عليك وانت المعارف والفلوس اذا كانوا الفلوس والرشوه وهذاك وهذا با صاحبي وهذا ويكون عندك شي واحد في البرلمان ولا عندك شي واحد في شي حاجه المشكل ديالك انا قلت للقاضي قلت له تصور انت هنا واحد انسان خدام معاك هنا في المحكمه عنده شي مشكل بحال ديالو باش تحلوه له ولا ما تحلوهلوش ولكن انا واحد الانسان عادي مواطن عادي وضرب راسك مع الحيط قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا